معي الآن معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي بعد أن أدلى بصوته في هذا الانتخابات. نحن الآن في فندق الرشيد طبعاً. أهلاً وسهلاً بكم معالي الوزير. مرحبا، أهلاً وسهلاً. كيف تصفون الإجراءات هذه المرة، الإجراءات الأمنية لحماية العملية الانتخابية، خاصة مع تخوفات كانت كثيرة في الشارع من إمكانية أن تكون هناك خروقات أمنية، اعتداءات على بعض المراكز، محاولة الضغط على الناخبين؟ أولاً، الخطة الأمنية خطة مرنة ومحكمة اشتركت فيها كافة الموارد المتيسرة من موارد وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الأمن الوطني، الأجهزة الاستخباراتية. حقيقة تم تعزيز كل المحافظات بقطعات إضافية من موارد المقر العام، أكثر من ممارسة وأكثر من محاكاة أجريت. فرضنا عدة فرضيات، ناقشنا كل التهديدات المحتملة الإرهابية أو التدخل بالتصويت. الحكومة ها هي اليوم تفي بالوعد، انتخابات نزيهة بعيدة عن المال السياسي، بعيدة عن السلاح المنفلت. فرضنا هيبة الدولة في هذه الانتخابات. نأمل من أبنائنا وأخواننا العراقيين المشاركة الواسعة في الانتخابات، رسالة واضحة للعالم بأن العراقيين سيبنون بلدهم بأنفسهم من خلال اختيار الأكفأ والأصلح والأنزه والمهني الذي والوطني الذي علق الآمال عليه الشعب العراقي في انتخابه، بأن يسير إلى البلد، إلى شاطئ الأمان في مجال الإعمار وإيجاد فرص للشباب العاطل. معالي الوزير، التصويت الخاص هذه المرة، تصويت قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، كان مرتفعا يعني عن السنوات السابقة، وكانت هناك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم التأثير على المنتسبين وفصل الضباط على المنتسبين. كيف تقيمون تجربة التصويت الخاص؟ حقيقة لن تكون وليدة هذه اللحظة منذ تسنمنا المسؤولية كمهنيين سواء في الدفاع والداخلية. سعينا إلى خلق المهنية النزاهة بعيدة عن التأثيرات السياسية في المؤسسة الأمنية. لذلك لأول مرة تكون مشاركة واسعة، حرية الرأي والتعبير، اختيار من يرونه مناسبا. تم الحث على المشاركة الواسعة ونجحنا في الخطوة الأولى، وسننجح اليوم إن شاء الله في التصويت العام. شكرا جزيلا معالي الوزير. أعود إليك ديار. نحن الآن هنا في فندق الرشيد، وتحديدا خلفي الباب الذي من خلاله يعني يدخل المسؤولون، الوزراء، أعضاء الحكومة. مر من هذا الباب في أول ساعات الصباح رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق، عمار الحكيم رئيس أو المشرف على تيار الحكمة، كذلك قيس الخزعلي وغيرهم من المسؤولين، إضافة إلى عدد من الوزراء. تحدثنا أيضا قبل قليل مع مسؤولين في مفوضية الانتخابات حول عطل محطات الاقتراع والتي بلغ عليها من قبل المراقبين ومن قبل شبكة تموز وغيرها من الشبكات عن عطل بعض أجهزة الاقتراع في بعض المحطات في محافظات عراقية مختلفة. كان تأكيد المفوضية على أن الأخطاء التي سبب توقف هذه الأجهزة هو أخطاء بشرية، هو عدم الخبرة الكافية بالتعامل من قبل بعض موظفي الاقتراع وأن معظم هذه الأجهزة عادت إلى العمل فورا، يعني فرق صيانة كانت موجودة، لذلك لم يكن التوقف لفترات طويلة. هذا الكلام للفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات. في نفس الوقت تتواصل الآن، يعني ربما بعد قليل سيكون معنا السيد مهند نعيم مستشار الرئيس دولة رئيس الوزراء أو مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، كذلك السيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني سيكون موجودا هنا بعد قليل، كذلك الأمين العام لمجلس الوزراء وغيرهم من المسؤولين. رصدنا في حالات الصباح الأولى في أحد مراكز الاقتراع في منطقة الكرادة بالرصافة بدء عمليات الاقتراع، وتحدثنا مع مراقبين تابعين للإيو أبزيرف تيم اللي هو فريق المراقبة التابع للاتحاد الأوروبي. يعني كانت الساعة الأولى من الصباح قالوا أنه لحد الآن الأمور جيدة، لكن لا يمكن أن نحكم على سير الانتخابات في هذه الساعة. وكان الرأي كذلك لبعثة الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي أيضا كانوا حاضرين في ذلك المركز، ولاحظنا أيضا رصدنا تواجد لفرق المراقبة الدولية سواء من الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، كانوا متواجدين في هذه القاعة أيضا. بصورة عامة الآن نحن ندخل على الساعة الرابعة من التصويت أو الساعة الثالثة من التصويت،
لحد الآن الأمور هادئة في معظم مراكز الاقتراع في بغداد، لم يتم تسجيل أي شكاوى خلال هذه الساعات، مع إقبال يبدو ضعيفا في هذه الساعات. تحدثنا مع المفوضين التي أكدت أنه قد تزداد ذروة التصويت وتواجد المرافقين. نكون معك حيدر في الساعات المقبلة وجميع الساعات هذه التغطية.